نروح بس نحاول ننقل صورة للناس عن يا ريت. تحضيرات الأهلي لمباراة الداخلية بكرة، ونتابع معاكم جزء من تمرينة الأهلي النهاردة بقيادة مارسيل كولر، اتفضل. ونطمن من زميلنا محمد توفيق على نجوم النادي الأهلي، سواء اللي تعرضوا لإصابة، يمكن جات لي معلومة إن شريف تعرض لكدمة في ركبته قبل بداية الحلقة على طول، أو لعودة أسماء لقائمة الأهلي زي عمرو السولية وزي محمود متولي، وطبعا القرار فيهم وجاهزيتهم الفنية تكون راجع لمستر كولر. يا محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم في الاستوديو. يمكن زي ما انت قلت استعداد على طول لمباراه الداخليه، خلاص خلصنا بطوله بندخل في اللي بعدها على طول يا احمد، وبنلعب خلاص في البطوله السادسه بطوله كاس مصر. يمكن استعداد على قدم وساق على طول من بعد ماتش المصري، ما فيش راحه. الفريق اتدرب يوم الخميس، كان بالتدريب استشفائي لبعض اللاعبين، فيما خاط بقيه اللاعبين التدريب قوي جدا. يوم الجمعه يمكن بالامس اللاعبين الاساسيين كلهم رجعوا للتدريبات الحمد لله بشكل اكثر من رائع. النهارده بقى التدريب الاساسي اللي سبقه بالطبع محاضره فنيه للجهاز الفني مع اللاعبين، اتكلم خلالها عن اهميه المباراه والخطه باذن الله اللي هنوي تطبيقها غدا في مباراه الداخليه. يمكن انا معاك دلوقتي حالا يا احمد من داخل ملعب مختار التتش بالجزيره، يمكن يعني من ورانا على طول التمرين شغال، الجهاز الفني واللاعبين في الملعب واولى فقرات التمرين. يمكن التدريبات البدنيه شغاله زي ما انت شايف ورايا من الصوره، ومن بعدها ان شاء الله هيكون بعض تدريبات الكره، ومن بعدها ان شاء الله هتبقى اخر فقرات التمرين وهي التقسيمه، واللي من بعدها على طول الجهاز الفني هيصطحب قائمه المباراه من 21 لاعب للمبيت باحد الفنادق قريبا من استاد الكليه الحربيه اللي هيستضيف باذن الله مباراه الاهلي والداخليه في اطار مباراه دور ال 16 من كاس مصر على استاد الكليه الحربيه باذن الله في تمام السابعه مساء. يمكن بقى النقطه اللي انت اتكلمت فيها يا احمد عن المصابين، لكن يعني عاوز اقول لك ان عمرو السوليه محمود متولي شغالين في برنامجهم التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، ولكن طبعا باذن الله يخشوا مع بقيه الفريق بدايه من فتره الاعداد ان شاء الله، مش هيكون متاح ان هم يشاركوا في المباريات، خاصه الجهاز الطبي والفني مش مستعجلين على مشاركتهم. خلاص الموسم بينتهي، ما فيش غير مباراتين بس المتبقيتين، والحمد لله كل اللاعبين جاهزين وفي حاله اكثر من رائعه. اكرم توفيق وكريم فؤاد برضو بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي شغالين بشكل اكثر من رائع في برنامجهم، وباذن الله مع بدايه فتره الاعداد يكونوا جاهزين ويخشوا مع زملائهم، وباذن الله مع البدايه. يمكن برضو محمد شريف هيغيب عن مباراه الغد باذن الله، وكمان محمد عبد المنعم اللي فضل الجهاز الفني يقرا راحتهم في هذه الفتره، وباذن الله مع بدايه فتره الاعداد يكون كل لاعبينا في احسن صحه واحسن حال يا احمد، ويكونوا موجودين مع الفريق باذن الله رب العالمين. ان شاء الله مباراه في غايه الاهميه، البطوله السادسه اللي بتلعب عليها انت حامل اللقب، ويهمك بشكل كبير جدا انك تنهي الموسم بتاهل للدور قبل النهائي، وباذن الله نستكمل البطوله فيما هو قادم الموسم الجاي باذن الله رب العالمين، وتبقى العلامه الكامله زي ما كنا بنتكلم من بدايه الموسم يا احمد، وموسم تاريخي ودي البطوله السادسه، فلازم تبقى بتلعب عليها والتركيز بشكل تام جدا، وده اللي شفناه في الاعداد من الجهاز الفني واللاعبين كمان في الملعب. اللعيبه اللي تصعدت ماتش المصري مكمله مع الفريق، او حتى لو جزء منهم مكمل من الفريق مع في تدريبات الفريق في استعداد لماتش الداخليه بكره يا محمد؟ لا، اللي موجودين بس طبعا المجموعه اللي كانت موجوده من قبل كده، من سواء مواليد 2001 او 2003 اللي هم اللاعبين المعروفين اللي بيشاركوا بصفه اساسيه وموجودين مع الفريق منذ فتره كبيره زي احمد نبيل كوكا ومحمد اشرف، ولكن طبعا اللاعبين اللي صعدوا رجعوا تاني لقطاع الناشئين. يتبقى بس يمكن معتز محمد اللاعب المساك اللي ظهر باداء اكثر من رائع في مباراه المصري، وكمان محمد زعلوك المهاجم مهاجم فريق 2005 واحد من عناصر الوحيده، دول بس المستمرين مع الفريق، ولكن بقيه اللاعبين يا احمد يمكن تم نزولهم مره اخرى للقطاع، وان شاء الله بقى من بدايه الموسم ممكن نشوف مجموعه منهم مره ثانيه حسب رؤيه مستر مارسيل كولر واحتياجاته في المراكز اللي يمكن ناقصاه في الفريق او حاجه ممكن يستعين ببعض منهم، ولكن خلاص يمكن كلهم رجعوا تاني لقطاع الناشئين باستثناء زي ما قلت لك محمد زعلوك المهاجم والمساك معتز محمد. حاله محمد شريف، وهل يعني تواصلت مع الجهاز الطبي حجم الاصابه مدى ابتعاده عن المشاركه، خصوصا طبعا الموسم بيخلص ما فاضلش غير مباراه المصري، لكن هل في احتماليه انه يكون جاهز قبلها ولا كده الموسم انتهى بالنسبه لمحمد شريف؟ لا، من الناحيه دي احمد يمكن الامور بسيطه جدا، ولكن طبعا انت عارف في سياسه كده ما بين الجهاز الفني والطبي داخل النادي الاهلي، ان اي لعيب يعني بيشتكي من اي حاجه فبيفضل راحته، طبعا انت عارف سلامه اللعيب اهم من النتائج كمان، فده دايما السيستم اللي شغال ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي اللي هو الحفاظ على لعيب فريق النادي الاهلي. الحمد لله في وفره من اللاعبين، وزي ما انت عارف النادي الاهلي الحمد لله في كل الاماكن في لعيبه اكثر من رائعه، فمبقاش في استعجال او مخاطره بلاعب، خاصه زي ما انت قلت احنا في نهايه الموسم، الموسم الجاي كمان اهم يا احمد، هتبقى محتاج كل لاعب فيه
والحمد لله موجود البديل الكوف، وكمان يعني كل اللاعبين اللي في نفس المكان اكثر من رائعين. فلا الجهاز الطبي والفني دايما اللي تعودنا عليه من خلال كمان مستر مارسيل كولر مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، ان اي لعيب بيبقى فيه حتى ولا شكوى ولو بسيطه احمد بيتم راحته للحفاظ عليه، عشان بيبقى عندك بعد كده استحقاقات اهم واكثر فتبقى محتاجه فيها اكثر. فيمكن لا يعني الامور بسيطه، وطبعا حسب رؤيه الجهاز الفني في المباراه القادمه بقى بعد مباراه الداخليه ممكن يكون موجود او لا، ده حسب طبعا الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر بالطبع. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار الفرقه وتمرينه النهارده، التمرين الاخيره قبل مواجهه الداخليه بكره.